يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرم. يا رب يا رب يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. واسمه قسم من أعظم القسم. واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه غدا من شدة الوجد في غمى فؤادي غدا من شدة الوجد في غمى إلى نحو من فوق السماوات قد سما فؤادي
إلى نحو من فوق السماوات قد سما ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزما اشتاقت الحطيم وزمزم ولولاه ما اشتاقت الحطيم وزمزم شغفت وقلبي شغفت وقلبي شغفت وقلبي بات في الحب مرمى بأكرم خلق في البريات قد نشا.